نتواجد اليوم هنا في مؤسسة قطر التعليمية لنغطي معا اللقاء التعريفي للعودة إلى المستقبل الذي احتضنته منظمة روتا بعد أن تم اختيار 32 طالب لتقدم لهم ورشة لمدة أسبوعين لتعد الطلاب حتى يكون لهم مستقبل باهر كل منهم حسب تخصصه. حضورنا الكريم، السادة ضيوف الشرف، أولياء الأمور ومشتركينا الأعزاء، نرحب بكم في اللقاء التعريفي لمشروع العودة إلى المستقبل بنسخته الرابعة. بعد هذا التدريب إن شاء الله شنو راح تتوقع الشيء اللي راح يصير في الطلاب؟ والله أتوقع الطلاب راح يتغيروا كثير، لأنه أنا نفسي يعني أنا أعتبر من مخرجات المشروع السابق، فتغيرت بشكل كبير، والآن أنا عضو مؤثر بالمجتمع، والآن أنا عضو بمنظمة المغيرون، فأعتقد أنه حيتغير الشباب بشكل كبير وراح يكونوا فعلا مؤثرين في بيئتهم. اشتركت في برنامج العودة للمستقبل بسبب الأنشطة اللي كان يطرحها العام الماضي، وما أني كنت طالب في الثانوية كان يهمني جدا أني أتعرف على ميولي وقدراتي وطبعا شنو أنميها بطريقة تفيدني وأفيد دولتي في المستقبل إن شاء الله. نحن سنكون قدوة للشباب الـ32 الموجودين اليوم، نحن من سنحاول أن نحدد مستقبلهم بأن يكون مستقبلا مشرقا، أن نحدد لهم رؤية معينة يستطيعوا أن يتبعها. كما نعلم أن الشباب معظم الوقت يكون لا يعلم ماذا يريد، نحن نريد أن نحد من ما لا يريدون ونعطيهم الخيارات الصحيحة ليختاروا بأنفسهم. نحن لسنا هنا لنحدد لهم ماذا هو الخيار، فقط لنريهم ما هو الخيار الصحيح وندعهم يختاروا بأنفسهم. هو تكليف أكثر منه شرف، لازم إن احنا إن شاء الله نكون قد المسؤولية دي ونكون فعلا نمثل لهم الحافز أو نديهم. أنا ببصلها من ناحية إن هو نحاول نكسر قيود كثيرة في المجتمع، في مجتمعاتنا العربية، في المجتمعات بشكل عام، إن هو دايما عندنا البني آدم من أول ما بيتولد بيفضل، أو من قبل حتى ما يتولد بيكون بياخد حقن معينة إزاي يفكر وإزاي يبص الحاجات. أنا بتهيألي زي ما قلت إنه في شباب وبنات جدا عندهم الموهبة بس مستنين يخرجوا من كبت الـ 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 والإطار اللي دايما محطوط لهم. فأتمنى إن شاء الله أكون يعني قدوة حسنة ونستفيد ونتبسط جميعا يعني إن شاء الله بالمعسكر. المبادرة دي بهدف دعم الشباب في دولة قطر في مجالين، مجال التطوير المهني ومجال ريادة الأعمال. زي ما ذكرت أنا سعيد جدا بالمقدمة اللي قدوها، لأن فعلا مجال التطوير المهني هو ده الكور بتاعنا، يعني هو ده الأساس بتاعنا إن احنا نساعد الطلبة سواء ثانوية. انا مفتخر جدا وفرحان وحاسس انه انا متميز عن 8000 شخص، وان شاء الله تكون يعني تكون شيء يعني جيد واخذه بشكل ايجابي واستفيد منه استفاده كامله. لنتواجدنا هنا نبني شخصياتنا، نبني نفسنا، الاستثمار الصح استثماركم البرامج. انا كنت في مرحله في يوم من الايام الشباب هذول هم برنامج من الشباب الى الشباب، يفتكرون او يبدعون برامج شبابيه لهم، يغيرون حياه الشباب المستقبل، يغيرون هواياتهم، يصغرون اوقات الفراغ اللي في الشباب. انت خلال برنامج الشاب من يحدد عمره وين يذهب وين ينتهي اليه. فهل اليوم هو اليوم شاب في اجازه الربيع، هو عارف بكره بعد ما ينتهي اجازه الربيع ايش حيكون ان شاء الله. بيقدموا في السنوات اللي فاتت يعني ما شاء الله برنامج كويسة للتنمية البشرية وتنمية الشخصية نفسها، بما ان السنة الرابعة دايما كل سنة بتبقى اميز من اللي قبلها، فاتوقع ان السنة دي هي تاخد برنامج اميز من اللي احنا شفناه ان شاء الله، وتتغير يعني تبقى الامر بالنسبة لها افضل، تتعلم موضوع الشغل اللي هو العمل في التيم وورك، العمل مع الزملاء والمشاركة وحسن المشاركة دي اهم شيء، زائد عملية التحديد بقى المستقبل ان هي تبقى الرؤية بتاعتها بالنسبة لها ان شاء الله تبقى افضل باذن الله تعالى. المدرسه مرحله جدا رقيقه، جدا انت تكون عاشق مع الورود، بس تدخل الجامعه هيك طخ طخ، شو هذا وين انا؟ هذا البرنامج بهيئك للطخ طخ، بعطيك اياهم طخ طخ صغار شوي، بحس انا مثلا بهيئك كيف تعمل بحث، كيف توقف تعمل برزنتيشن قدام العالم، بهيئك يكون عندك شخصيه، بهيئك انت تكون عن جد لحالك. من هم المغيرون؟ باختصار في مثل أننا دائما نفضل في منظمة المغيرون
شخص واحد عاقد العزم يمكنه أن يحدث تغيير. لكن هذا البرنامج مش فقط لقطر، لكل بلاد العالم هو مهم جدا. لكن خلينا نختص نحن في دولة قطر. نحن بنعرف انه في دولة قطر في كثير ناس مش عارفين ايش بده يدرسوا او ايش اللي بده يكونوا في المستقبل، وكثير منا بيدخل تخصص مستقبلي او تخصص في الجامعه بعدين بغير التخصص المستقبلي وبغير نفسه وذاته كليا. لكن هو ليش بغير نفسه او ليش بغير التخصص هذا؟ لانه مش عارف مين هو اصلا. فهذا برنامج العوده للمستقبل مهم جدا لكل الطلاب او كل الناس ليعرفوا ايش لازم يكونوا في المستقبل. امام الدفعه الرابعه من المشاركين في برنامج المغيرون، أسبوعان يتطلعون من خلالها إلى أن يتغير نمط حياتهم إلى الأفضل. نتمنى التوفيق للمشاركين ونلقاكم قريبا. حمد الكبيسي، إعلامي ناشئ من مركز الدوحة لحرية الإعلام.